ترأس الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية صباح اليوم اجتماعات المنظمة. وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أشار معاليه إلى أنه سوف يتم مناقشة ورقة العمل المقدمة من مملكة البحرين حول إيجاد موارد مالية أخرى للمنظمة وإنشاء منصة دولية لتبادل المعلومات، لافتا إلى الجهود التي تبذلها المنظمة بشأن خطط مواجهة جائحة كورونا عالميا. تبدأ اليوم اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، وتليها اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، وعلى مدار 6 أيام بمشاركة أكثر من 180 دولة وأكثر من 300 مشارك. الاجتماعات ستشهد مناقشة الخطة الاستراتيجية للمنظمة للأعوام 2021-2022، وستتم مناقشة ورقة العمل المقدمة من مملكة البحرين حول إيجاد موارد مالية أخرى للمنظمة وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات بين جمارك دول العالم لتسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الجوانب الأمنية، وكذلك ورقة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة وأنظمة العمل في منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير اللجان والحساب الختامي للسنة الماضية واعتماد الموازنة للسنة القادمة. سيتم التركيز على مراجعة خطط ضمان استمرار أعمال المنظمة في ظل الظروف الراهنة، وخطط العمل المباشرة في التعامل مع جائحة كورونا. كذلك ستركز الخطة على تطوير آليات التعامل مع الزيادة الهائلة في حجم التجارة الإلكترونية عالميا. أصدرت المنظمة التعليمات المتعلقة كيفية التعامل مع حركة المسافرين والبضائع أثناء الجائحة منذ شهر مارس العام الماضي، وتم تحديث التعليمات عدة مرات وحسب مستجدات الموقف. وقد شملت في الفترة الأخيرة التحذير لمنع دخول اللقاحات المقلدة، وكذلك التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة من خلال الشحنات المرتبطة بمستلزمات الوقاية من الفيروس مثل الكمامات، وهو ما تم ولله الحمد بالفعل ضبطه ومنعه من الدخول ولأكثر من مرة في مملكة البحرين.